السلام عليكم ورحمة الله أبنائي طلاب وطالبات الصف التاسع، نرحب بكم في درسنا الجديد في الفنون البصرية تحت وحدة التصميم بعنوان تصميم نصب تذكاري، المعايير والمؤشرات. أهداف الدرس: الهدف المعرفي أن يستنتج الطالب أهمية التصميم في مجال التصميم المعماري. الهدف الوجداني أن يستكشف الطالب التناسب بين الخامة والتقنية مع الغرض الفني الذي أنتج من أجله التصميم. الهدف المهاري أن يصمم الطالب نصبا تذكاريا ثلاثي الأبعاد مراعيا أسس وعناصر التصميم. مصطلحات الدرس: سنتكلم أبنائي الطلاب في هذا الدرس عن مجموعة من المصطلحات والتي تفيدنا في تحقيق أهداف هذا الدرس، منها مجالات التصميم، النصب التذكاري، التقنية، والخامة. لدينا عمل جميل، نصب تذكاري على كورنيش الدوحة من تصميم وعمل الفنان العراقي صباح أربيلي، طبعا يجسد بيت شعر لمؤسس دولة قطر: وخرجت من بين السلاطين كأنني حر تعلى فوق روسي أخضابي. أولا، مجالات التصميم. للتصميم مجموعة كبيرة من المجالات والتي تختلف بين بعضها البعض في وظائفها وتخصصاتها، وتلتقي في مجموعة من الأسس والمبادئ مثل القيمة والوظيفة والناحية الاستهلاكية. ومن هذه المجالات نذكر التصميم الصناعي، ويظهر في تصميم الأجهزة الإلكترونية وتصميم الأثاث والسيارات وكثير من المواد الصناعية. التصميم الفني، وهو يظهر في تصميم المجلات والمطبوعات والملصقات والبطاقات وأغلفة الكتب وكافة المطبوعات والأعمال الإعلانية والدعائية. التصميم المعماري، وهو يظهر في تصميم الأبنية والعمارات والواجهات والساحات والقصور وجميع الأمور التجميلية المعمارية إن كانت داخلية أو خارجية. سأعرض عليكم أبنائي الطلاب في كل مجال مجموعة من النماذج لهذه المجالات من التصميم. هناك التصميم الصناعي، تصميم الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، تصاميم إلكترونية للساعات والجوالات والسيارات، وكثير كثير جدا من التصميمات لا مجال لحصرها في درس واحد، كلها تدخل تحت مجال التصميم الصناعي. التصميم الفني كذلك الأمر، عدد كبير من التصميمات التي تدخل تحت هذا المجال كتصميم البطاقات، أغلفة الكتب والمجلات، كذلك تصميم الملصقات الإعلانية الخارجية التي تلصق على الجدران وعلى الأبنية، كذلك تصميم الشعارات، تصميم المنتجات وما يلصق عليها، تصميمات أخرى على السيارات، كذلك كلها تدخل تحت مجال التصميم الفني. التصميم المعماري كذلك، وهو مجال عملنا في هذا الدرس، نشاهد مجموعة من الصور التي تعبر عن هذا المجال: تصميم الواجهات، تصميم النصب التذكارية كما تشاهدون نصب التذكاري على مدخل مدينة لوسيل، كذلك الأمر تصميم الاستادات الرياضية كهذا الاستاد في الثمامة. ننتقل الآن إلى تعريف النصب التذكاري. ما هو النصب التذكاري؟ من يعرفه لنا؟ ما هي دلالات النصب التذكاري؟ وإلى ماذا يعبر؟ النصب التذكاري هو عبارة عن بناء له مفهوم معماري متعارف عليه، أقيم لتخليد ذكرى حدث تاريخي معين أو شخص، وهو يتسم بأهمية تاريخية وعلمية وجمالية لتزيين أماكن والساحات العامة. كما نعرف دوار الصدفة الموجود في مدينة الوكرة، نصب الصدفة مشهور وقديم جدا، يحدثنا عن تاريخ عريق لمهنة الصيد، صيد اللؤلؤ كما نعرفها في دولة قطر. التدريب الأول: عزيزي الطالب، أمامك صور لعدة مجالات للتصميم. هذه الصور، اذكر مجال التصميم وفقا لكل صورة.
نكمل أبنائي الطلاب في مصطلحات الدرس. الخامة، ما هي الخامة؟ الخامة هي المادة الأولية التي لم تجري عليها عمليات التشكيل والتشغيل، بمعنى أنها المادة قبل أن تعالج ويستخدمها الفنان في إنتاج عمله الفني. لدينا خامات كثيرة، نذكر بعض الأمثلة: فالخشب، خامة الخشب، خامة الفحم، وخامة الرمل، كلها خامات يمكن أن يستخدمها الفنان في إنتاج عمله الفني. ننتقل إلى التقنية. ما هي التقنية؟ هي طريقة للإنتاج الفني تتضمن المعالجة البارعة في استخدام الأدوات والأجهزة والخامات الفنية والتحكم بها لابتكار عمل أو شكل أو تأثير فني. مثال على ذلك نشاهد النصب التذكاري الموجود على كورنيش الدوحة والذي تحدثنا عنه في إحدى الشرائح السابقة. هذا العمل للفنان العراقي صباح أربيلي طبعا، ويجسد أحد أبيات الشعر لمؤسس دولة قطر. خامة هذا العمل وتقنية المستخدمة والغرض الوظيفي الغرض الجمالي. خامة العمل طبعا معدن الحديد الصلب. التقنية تشكيل حروف من معدن الصلب عن طريق الصهر والطرق والسنفرة كما تشاهدون هذا العمل. الغرض الوظيفي طبعا تزيين كورنيش الدوحة بعرض أحد أبيات الشعر لمؤسس دولة قطر بشكل فني وجاذب وجميل. الغرض الجمالي هو الإيقاع الفني والانسجام في التصميم والحركة المعبرة عن موضوع هذا النصب التذكاري. نلاحظ أيضا أبنائي الطلاب هذه النصب التذكارية ونستنتج خاماتها. أولا دب المصباح الموجود في مطار حمد الدولي، طبعا هو نصب تذكاري منفذ بالبرونز وبمواد تزيينية ومطلي بألوان مقاومة لعوامل الزمن والإضاءة الصناعية. السيف الدمشقي الموجود في ساحة الأمويين في دمشق هو سيف يعبر عن الدولة الأموية، نصب تذكاري منفذ بالإسمنت المسلح وبمواد تزيينية كالزجاج الملون والمقاوم لعوامل الطبيعة. نصب آخر موجود على كورنيش الدوحة والمعروف بتعويذة أوري في كورنيش الدوحة، والذي صمم ونفذ في آسياد 2006 في الدوحة، طبعا هو نصب تذكاري منفذ بخامات الإسمنت ومقاوم لعوامل الطبيعة. التدريب الثاني. عزيزي الطالب، أمامك صور لعدد من الخامات المتنوعة، والمطلوب من خلال هذه الصور ما هو تعريف مصطلح الخامة بشكل مختصر ووافي. لدينا مجموعة من الخامات لنعرف من خلالها ما هو مصطلح الخامة. البيان العملي. في بياننا العملي أبنائي الطلاب لهذا اليوم سنحقق هدفنا المهاري أن يصمم الطالب نصبا تذكاريا ثلاثي الأبعاد ومراعيا لأسس وعناصر التصميم. أبنائي الطلاب، لنتابع هذا الفيديو التالي بعناية ونتعلم كيف يمكننا تصميم نصبا تذكاري بشكل ثلاثي الأبعاد ومراعي طبعا لأسس وعناصر التصميم. الأدوات المطلوبة: دفتر الرسم، قلم رصاص، ممحات، أدوات هندسية، ألوان مائية أو خشبية أو ما يتوفر لديكم أبنائي الطلاب. نبدأ أبنائي الطلاب برسم أولي، رسم سكتش سريع للنصب التذكاري. نبدأ بوضع الخطوط الأساسية لهذا الرسم. يمكنكم الاستعانة بدفتر السكتش بوك لوضع هذه الرسومات الأولية للنصب التذكاري. نوزع الظلال لكي نعرف كيف سيتم بناء الكتلة. أقوم الآن بتظليل الرسمة من الخلف لكي أقوم بطبعها على الورقة الأساسية والتي سأقوم بتلوينها. أقوم الآن برسم الخطوط لكي تطبع على الورقة في الأسفل. نقوم بتحبير الرسم والشكل
يحاول إعطاء الشكل بعد ثلاثي بشكل محجم بشكل مجسم. نضيف بعض التفاصيل على الشكل الذي بنيناه. أبدأ بالتلوين بوضع الظلال وإحساس المواد. أقوم ببعض الإخراجات القليلة، إعطاء الظلال في عدة أماكن، أوزع الألوان في اللوحة، بعض اللمسات في خلفية النصب التذكاري. يعطيه جمالا وتظهر الرسمة بشكل أفضل. في المدى البعيد أحاول أن أرسم بشكل خفيف وبسيط لأبراج الدوحة. هذه اللمسات الأخيرة تعطي جمالا للعمل الفني. أحاول أن نوزع الألوان بشكل صحيح وبشكل متساوي ومتوازن. طربت لوحتنا على النهاية. لنبدأ بمشروع آخر ونصب تذكاري آخر. هذين الحرفين أو الرقمين قمت بقصهما من الورق المقوى لكي أقوم بهم ببناء نصب تذكاري من خلال هذين الرقمين، لكي يكون الحجم متساوي. أحاول أن أرسم بشكل بسيط ودقيق بنفس الوقت. إعطاء الأشكال والأرقام أو الأحرف شكل بعد ثلاثي الأبعاد يعطيها قيمة. أقوم الآن بتحبير الشكل لأقوم بتلوينه وإعطائه لمسات التشكيلية الجميلة لهذه الرسمة. غلقوا الدرس. من يعرف لنا أبناء الطلاب مصطلح النصب التذكاري؟ ما هو النصب التذكاري؟ هو عبارة عن بناء له مفهوم معماري متعارف عليه، أقيم لتخليد ذكرى حدث تاريخي معين أو شخص. من يعدد لنا ثلاثة من مجالات التصميم؟ تحدثنا في درسنا اليوم عن ثلاثة أنواع من مجالات التصميم. أولا التصميم المعماري، التصميم الصناعي، والتصميم الفني. أيضا من يعرف لنا مصطلح الخامة؟ ما هي الخامة؟ الخامة هي المادة الأولية التي لم تجري عليها عمليات التشكيل والتشغيل، بمعنى أنها المادة قبل أن تعالج ويستخدمها الفنان في إنتاج عمله الفني. من يعرف لنا مصطلح التقنية؟ ما هي التقنية؟ هي طريقة للإنتاج الفني تتضمن المعالجة البارعة في استخدام الأدوات والأجهزة والخامات الفنية والتحكم بها لابتكار عمل أو شكل أو تأثير فني. الواجب العملي. عزيزي الطالب،
صمم بمساحة ورقة A4 تصميماً لنصب تذكاري بشكل ثلاثي الأبعاد ويكون معبراً عن موضوع أنت تختاره، مثال حدث رياضي، ذكرى وطنية، حرف أو كلمة معبرة، شكل هندسي مجرد، ومستفيداً من الفيديو السابق، ثم لونه بالألوان المناسبة والمتوفرة لديك. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بصحة وعافية، مع تحيات قسم الفنون البصرية.